بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل خالد ياسين ولي أيضا ضيوفك الكرام. إذا مشاهدينا متابعينا عبر قنوات بين سبورت، نأتيكم هنا من خلال هذا اللقاء الأخير من مباريات ربع نهائي كأس الملك الإسباني من خلال مرحلة الذهاب، لقاء الذي يستضيف من خلال ليجا نيس نادي ريال مدريد، واليوم ريال مدريد حقيقة اليوم زين الدين زيدان أيضا يا أغلب الأسماء الإسبانية، يعني كيسوس فالي كومان كستورنج، كل هذه الأسماء قد لعبت في المراحل السنية للمنتخب الإسباني، فهي مرج في الجهة اليمنى كان فخام الكرة العرضية ولكن الراس وبعدت يوران. كل هذه الأسماء الكرة الآن تنفذ بنسيسة وعالي رأسية فاران إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. شوف الكرة هذه الرأسية إلى خارج اليمنى، لدينا سيبانوس يلعب الكرة خطيرة لكن أيضا تغطية موجودة لهذا القائد، لدينا أوناي بوستينيزا صاحب 25 سنة الذي كان بعد أيام قليلة، لكن هنا لدينا تسديدة محاولة أولى من مسافة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، كرة خبير إيراس صاحب السبعة وموهوبة كانت تصارع، وهنا لدينا محاولة خطيرة كوبار. يعني آمنا بالله بأن هي الفرصة التي ستنقذ هذه المباراة، لكن الكرواتي كوفازيتش أضاع كرة راس، والضغط أيضا حاضر وموجود هنا كورة، لكن كيكو كاسيلا كان خارجا بالمرمى كان متوقع، لكن لدينا خطأ الآن سيبالوس الكرة العالية حلوة الكرة أجمل كرة لريال مدريد، الكرة ملعوبة في أسنساو ممكن أسنساو يجيد التسديد يحاول مرة أخطر كرة للريال، بل إنها ثاني أخطر كرة بعد كرة كوفازيتش. إذا مشاهدينا متابعينا ينتهي شوط اللقاء الأول، اليسرى هناك محاولة ربما تسديد كرة قوية لكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. حاضر خطيرة لجانوس، لكن أيضا فيو هيرنانديز يبعد هذه، يحاول ينقلها وصلة إلى أسينسيو تسديدة باليسرى اصطدت في أحد مدافع، كرة تصل عالية داخل منطقة الجزاء، كرة بالخطأ رأسية كانت من ماركوس لورنتي على ما اعتقد كادت ان تدخل، لا زالت خطيره لمصلحه ليجا نيس عاليه النفس الاولى عرضيه، الثانيه تسديده خطيره نور الدين مراب يحرك هجوم ليجا نيس في هذه، ايضا اسكو سيكون حاضر هنا لدينا فاسكيز يحاول والكره بعد ذلك تصد في حارس المرمى، اخطر كرات مدريد في شوط اللقاء الثاني لوكاس فاسكيز، شوف هذا الله وصلت الكره للمغرب الكره العاليه الله على الكره الماضيه، كره كانت عرضيه من نور الدين مرابط على مجبور لاعبكم زين تعبنا سبب خسائرنا كلها في الشوط الثاني، اي نعم نقص معدل بدني نقص تركيز، تقدم كلما كانت الخطوره لدينا فيه عرضيه الله